يلا يا مجد. واخدناها يا مجد. يا سوزي. ايه يا ماما؟ وفي ايه يا ماما؟ عاملاك مفاجأة حلوة قوي. ايه هي؟ كان نفسك في ايه لما رحت محل الألعاب؟ نسيت والله يا ماما. فكري فكري. مش عارفة؟ لا نسيت. لو شفتي الهدية اللي انا جايبها لك هتفرحي بيها قوي. بجد يا ماما؟ بجد يا زوزو. افتحي عيني. ايه ده؟ الله! العربية الجيب اللي زوزو كان نفسها فيها. شكرا يا ماما. انت اي حاجة ما عملها انت تجيبها لي ثانية واحدة يا ماما. وانا عندي اغلى من زوزو حبيبتي عشان اجيب لها كل اللي نفسها فيه. مبسوطة؟ اه يا ماما. قوي؟ اه. طب تعالي جربيها كده. وجبتها لك اللون الازرق اللي زوزو بتحبه. الله حلو قوي يا ماما. فرحانه؟ اه. بصي يا حبيبه قلبي شغلوها هنا تمام. بصي كده يلا. الله. واو يا ماما. يا ماما امشي امشي وريني امشي بيها ازاي. يلا يا زوزو. فرحانه بيها؟ اه يا ماما. طب تعالي العبي بيها شويه. اه. طب يلا. يلا يا زوزو. انا مبسوطه قوي يا ماما. انا فرحانه. يلا شطوره. يلا يا زوزو. حلاوه دي. ارجعي قدام العماره بتاعتها. ارجعي قدام العماره بتاعتها. يلا بس كده يا زوزو. حلو قوي يا ماما. يلا بينا بقى يا حبيبه قلبي نحضروا الغدا ونشحنوا العربيه شويه ونطلعوا كمان شويه نلعبوا بيها. لا يا ماما عايزه العب بيها يا ماما. عشان ما تبص كل شويه لعب لعب لعب. ما تخافيش يا ماما مش هبوظها. طب انا دلوقتي عايزه اعمل الغدا اعمل ايه؟ والنبي يا ماما والنبي اعمل زغننه. طب العبي بيها في الشارع بس خلي بالك العربيات. ماشي يا ماما ما تخافيش. نص ساعه بالظبط احضر الغدا وطلعوا لك. ماشي يا ماما. ماشي يا زوزو. احتجتي حاجه نادي؟ ماشي يا ماما. شايفه بيتي يا سكر العربيه جميله قوي. ايوه دي جميله قوي. انا عاوز اخدها لاخويا. لا انا اللي هاخدها ليا. انا اللي هاخدها لاخويا. لا انا اللي هاخدها ليا. اصبري بس ناخدوها الاول وبعدين هنقول له مين هياخدها. انا هروح اخد البيت بالعربيه ومشيها بعيد واخد منها العربيه. يلا يا سكر. بس انت يوم انا يوم. ماشي. الله. يزقوكي؟ لا العربية أصلا تمشي لوحديها. طب نلعبوا معاكي؟ ماشي. بصي عارفة أنا ساكنة قدام وبابا جايب لي عربية زي دي بس الكبيرة. بجد؟ تيجي تلعبي معانا. ماشي. وأنا آخد بتاعتك وأنتي تاخدي بتاعتي. ماشي ماشي ماشي. يلا. أنتي مية مية. يلا. اسمك ايه؟ انا اسمي غزل. بصي بقى يا غزل انزلي كده. ليه؟ عشان هجيب العربيه بتاعتي الكبيره. ماشي. انزلي. في هنا اوعي تمشي عشان ما زعلش مني. ماشي. هزعل منك لو مشيت. ماشي. تعرفي تسوقي يا مكه؟ طبعا اسوق. طب انت اسمك ايه صح؟ لما اجي بقول لك. ماشي. يلا يا مكه. يلا يا مكه. يلا يا مكه. يلا يا مكه. ايه ده؟ غزل راحت فين؟ انا قايله لها العبي قدام البيت بس. امنيه؟ نعم. صباح الخير يا امنيه. صباح النور. انت ما شفتيش غزل فين؟ لا ما شفتهاش. اصل انا جايبه لها عربيه جديده وقلت لها العبي شويه في الشارع ودلوقتي طلعت مش لاقيه العربيه ولا لاقيه غزل. يعني غزل راحت فين؟ مش عارفه. اكيد بتلعب في الشارع كده ولا شارع كده. طب استني ادور لك عليها. استني. لا طيب انت رايحه مشوار دلوقتي؟ انا رايحه الدرس. طيب حبيبتي روحي درسك انت وانا هبقى ادور. لا لا انا هدور عليها. اكيد اكيد بتلعب في اي حته. روحي. بجد؟ اكيد هلاقيها دلوقتي ان شاء الله. روحي درسك يا حبيبتي. شكرا. ماشي.
يا غزل. واخدناها يا مكة، واخدناها يا مكة، يلا يا مكة، عملناها يا مكة، يلا يلا يا مكة، يلا يا مكة، واخدناها يا مكة. ايوه حبيبتي، شفتيش العربيه بتاعتي يا طنط؟ وانت عندك عربيه؟ اه يا طنط، وبعرف اسوقها حتى. شكلك بتهزري. لا والله يا طنط انا مش بهزر. بقول لك ايه، سيبيني في حالي، انا تعبانه رايحه للدكتور والنبي، مش ناقصاك على الصبح. مين حبيب بابا؟ مين روح بابا؟ مين جوز ماما؟ لو سمحت يا استاذ. اتفضلي يا فندم. ما شفتش بنت صغيره كده عندها 7 سنين راكبه عربيه شبه؟ انت بتهزري يا استاذه، يعني في بنت عندها 7 سنين هتركب عربيه جيب برضه؟ اهزر معاك ليه بس، جيب بتاعت اطفال كده، بتاعت العاب اطفال. اه لا بصراحه ما شفتهاش. ما عدتش من قدامك؟ ما خدتش بالك منها خالص؟ لا ما شفتهاش. لا طيب شكرا لحضرتك. ماشي يا فندم. يلا يا حياه، مين حبيب بابا؟ ايه؟ مين بابا؟ انا كده دورت عليها كتير قوي وقلبي بدا يقلق، انا لازم اكلم محمود. الو، ايوه محمود، انا مش لاقي غزل بنتنا، اعمل ايه؟ كنت جايبه لها العربيه الجيب الجديده اللي كانت نفسها فيها، وقالت لي هلعب شويه في الشارع، طلعت ابص عليها ما لقيتهاش. طب تعالى انا مستنياك. يا رب سلم، يا رب يا رب سلم. طنط طنط. ايه يا حبيبتي؟ ما شفتيش العربيه بتاعتي دي يا طنط؟ ما شفتيش ايه؟ العربيه بتاعتي. العربيه بتاعتك؟ هو انت عندك عربيه؟ اه يا طنط، وحتى بعرف اسوقها. طب روحي البيت يا حبيبتي وخلي ماما تغطيكي كويس قبل ما تنامي. ليه يا طنط تغطيني كويس؟ عشان تبطلي تحلمي. انا بحلمش يا طنط. يا بنت اطلعي بره نافوخي يا بنت، روحي لامك يلا، هي ناقصاكي. انا تايهه يا طنط، مش عارفه اروح البيت. انت بتشتغليني ولا ايه؟ طب انا ما هشتغل. بنت اطلعي بره نافوخي، مش ناقصاكي هي، سيبيني في حالي بقى. يا رب كان في ماما، يا رب كانت ماما معايا يا ربي. انا عايزه ماما تجيب لي العجله بتاعتي. يا ربي هي فين ماما عشان تجيب لي العربيه بتاعتي عشان تروحني البيت؟ يا ماما انت فين يا ماما؟ غزل امنية يا امنية، عشان خاطر روحيني لماما والنبي يا امنية والنبي. مامتك كانت عماله تدور عليكي. بجد يا امنيه؟ اه. انت ايه اللي وداكي هنا يا امنيه؟ وانا كنت بلعب بالعربيه بتاعتي، ففي عيال وحشين يا امنيه اخدوا مني العربيه. ايه، خدوا منك عربيتك؟ اه. غزل، اي حد يقول لك انا عايز العربيه تديها له يا غزل؟ هو انت تعرفيه يا غزل او تعرفيه؟ لا. ينفع كده يا غزل؟ لا كده يا غزل يعني سرقوها يا غزل. يعني ايه سرقوها يا امنية؟ يعني انت مش هتشوفي عربيتك تاني كده يا غزل. اه والله؟ اه يا غزل. تعالي يا غزل، تعالي روحك لمامتك. تعالي. والنبي يا حاج، والنبي ما شفتيش بنتي؟ تعالي تعالي اتفضلي، تعالي اتفضلي اقعدي. تعالي اتفضلي بس، تعالي. يا حاج ثواني بس قبل ما تتكلمي، خد لك ايه ولا؟ نعم يا ابو. ادي لامك الليمون ده، كوبايتين ليمون حلوين. ماشي ماشي. يا حاج اهدي بس، مالك بس اهدي. قديم ولا جديد؟ قانون قديم ولا جديد؟ مش شقق خالص يا حاج. طب اهدي بس حاج. يسمع بقك ربنا يا رب. بص يا استاذ، ثواني بس، الشغل عندي وكل حاجه، عاوزه شغل. انا مش عايزه شغل، في مشكله اكبر، انا بنتي الصغيره جايبه لها عربيه. بنتي جايبه لها عربيه؟ قد ايه بنتك دي؟ يا اسمعني، جايبه قد ايه؟ قد ايه بنتي؟ 7 سنين. سبع جايبه لها عربيه؟ اه. انا ابني ده بقى جايب له طياره. مش وقت خوفه واستصرافه النبي، انا بنتي جايبه لها عربيه بتلعب بيها في الشارع. تاني جايبه لها. لا ده انت فاضي بقى، ده انت فاضي بقى وعمال يتهزر وبتضحك. تعالي بس انا قاعد فاضي نتسلم مع بعض. بنتي تايهه، شفتها ماشيه بعربيه قدامك ولا لا؟ تعالي بس اقعدي بس في كل حاجه نتكلموا فيها. انا مش قاعده معاك، ده انت فاضي ودماغك فاضيه، اقسم بالله. الغي الليمون انا كيم ولا. ايوه محمود، انت فين؟ انا واقفه مستنياك قدام البيت مش لاقيه غزل خالص.
اهي غزل اهي. حبيبتي حبيبتي كنت فين يا غزل؟ قلقتيني عليكي ولفيت عليكي الدنيا كلها. بصي يا طنط انا لقيت انت لقيتيها يا امنيه؟ اه يا طنط. ربنا يخليك يا امنيه ويفرحك يا امنيه، ما يوريش اهلك فيكي اي حاجه وحشه. وانا رايحه الدرس لقيتها في اخر المعموله خالص، ولقيتها خايفه ومش عارفه تروح. انا روحتها، وكمان على فكره تلاحظ ان هي معاش عربيتها. ايوه صح، فين عربيتك يا غزل؟ في عيال يا ماما وحشين اخدوها يا ماما. هي قالت لي في بنتين كده وحشين اخدوا منها عربيتها. وعلى فكره انا جيت سالتها دول كده اخدوا عربيتك وانت مش هتشوفيها تاني؟ قالت لي قلت لها يعني كمان كده كده يعني سرقوها. قالت لي يعني ايه سرقوها؟ يعني بنتك مش فاهمه اي حاجه، مش فاهمه يعني ايه سرقوها. في داهيه العربيه بس انت برده يا غزل غلطانه، عشان انا قلت لك العبي قدام البيت بس، صح ولا غلط؟ بصي يا طنط على فكره هي غلطانه اه، وانت برده غلطانه عشان انت سبتيها لوحدها. ما ينفعش دي صغيره خالص انت تسيبيها تلعب في العربيه لوحدها. مش العربيه دي المفروض يكون لها ريموت؟ انت عندك حق يا امنيه، المفروض ما تسيبهاش تلعب في الشارع لوحديها. ربنا يخليكي يا امنيه، انت جدعه وشاطره وعمري ما هنسرك الجميل ده ابدا. والنبي يا طنط عشان خاطري، بصي على فكره احمدي ربنا العربيه هي اللي راحت مش بنتي. الحمد لله والله يا امنيه، شكرا قوي ليكي يا امنيه. النبي ما تسيبهاش لوحدها تاني اخر مره والله يا امنيه، كانت هتعرف تروح صدقيني. ربنا يخليكي يا رب. وبعد كده حفظيها رقمك او رقم باباها. حاضر يا امنيه حاضر، شكرا يا حبيبتي. ماشي يا طنط. باي يا امنيه. مع السلامه يا غزل. شكرا يا امنيه ان انت روحتيني البيت. انا سبت الدرس بتاعي يا غزل وقلت اخدك يا غزل وروحك لمامتك، انا بحبك قوي. وانا كمان يا امنيه. بعد كده يا غزل ما تخليش حد يضحك عليكي يا غزل، انت كبيره يا غزل. انا اصلا مش عارفه يا امنيه ان هم هيعملوا كده ويسرقوا. ماشي شكرا يا امنيه حبيبتي. عفوا يا طنط علي. ماشي يلا بينا حبيبتي. انا اسفه يا ماما مش هعمل كده تاني والله. اخر مره يا غزل. اه يا ماما. وبعد كده مفيش لعب في الشارع تاني لوحدك. تعالي بقى نخشوا نكلم بابا نطمنوا عليكي. ماشي يا ماما.